رحيل هذا العالم العلم نقف عند شخصية جامعة ابهرت المتابعين والفتت الانظار الى ما كان يملك من ملكات وعلوم ومعارف جمة إن شخصية العلامة الفضلي رضوان الله عليه الذي كان يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية من أجل أن تكون قائدة للحضارات والنظم، لقد دعا رضوان الله عليه إلى أن تكون الأمة الإسلامية قائده للحضارات والامم والنظم من خلال عده امور الامر الاول الانسجام والاتفاق في الاصول المقربه بين اصحاب الدين الاسلامي الامر الاخر الوحده التي كان ينادي بها العلامه الفضلي لم تكن ناظره أو باعثة على التنازل عن الخصوصيات المذهبية، وإنما التركيز على المشتركات والأصول العامة التي يتفق فيها أصحاب المذاهب المختلفة. كما أن الاهتمام بالعلم والمعرفة في الأمة الإسلامية كان أحد الشواخص التي كانت بارزه في حياته رضوان الله عليه لذلك كان يهتم بتقعيد العلم ويهتم ببيان وتبسيط العلوم المختلفه لتكون في متناول الجميع حتى يرفع من مستوى ثقافه الامه بدينها وبمبادئها وبما يوحد ويقرب القلوب والنفوس اذن العلامه الفضلي كان يهتم بالعلوم المختلفه من اجل ان تؤدي هذه الحاله من الاهتمام الى نهوض حضاري اسلامي شمولي فاذا العلامه كان يدعو الى اتحاد الامه وقدم ما امكنه في هذا السبيل بكل جهد وجد منقطع النظير رضوان الله عليه. اما الاليات التي كان العلامه الفضلي الفضلي رضوان الله عليه يرى انها ممكنه لقياده الامه للنظم والحضارات فكان من خلال عمله قبل قوله ينبذ التعصب فمن خلال المعاشره التي امتدت سنين ومن خلال العلاقه والارتباط الوثيق والقرب النفسي له كنا نرى انه لا يرغب في التعصب ولا يحبذ التعصب بل كان يدعو دائما للحوار، الحوار احد ادوات قياده المسلمين للنظم الاخرى، الحوار مفتاح لتقارب المسلمين جميعا بل كان يشجع على البحث العلمي على البحث العلمي التشجيع على البحث العلمي من خلال ما كتب ومن خلال كتابه نعم البحث العلمي كان يحث على هذه الجنبه على اعتبار ان انكباب الامه جميعا على البحث العلمي والاصول العلميه تدعو اولا للموضوعيه وثانيا للانصاف وثالثا لانفتاح العقل ورحابته ورحابه الصدر على الاختلاف إذ أنه من خلال البحث العلمي يستطيع الإنسان أن يستوعب مسائل العلوم المختلفة ويتناول الآراء المختلفة المتضادة، وبهذا تكون عنده دربة على تقبل الآراء المختلفة، لذلك كان العلامة الفضلي أيضاً يدعو لأدبيات الحوار وهي أي أدبيات الحوار كانت من آليات قيادة الأمة للنظم وللحضارات الأخرى، إذ الحوار الداخلي بين المسلمين يقود إلى حوار بين الحضارات المختلفة وبين النظم المختلفة. كما أنه رضوان الله عليه كان يدعو للخطاب العقلي، فالخطاب العقلي من آليات نهوض الأمة وقيادة الأمة للنظم وللحضارات المختلفة. إذن من خلال كتبه، من خلال محاضراته، من خلال بحوثه، من خلال، نعم، تواصله مع الأطراف المختلفة الذين كانوا يتفقون ويختلفون معه، كان يمثل ويجسد ضرورة وجود رؤية واضحة لدى الأمة، أنها أمة وارثة وأنها أمة ينبغي أن تكون متصدرة للأمم فرضوان الله على العلامة الفضل أما ما هي الضوابط التي طرحها رضوان الله عليه في التعامل مع الآخر الحضاري والتعايش معه العلامة الفضلي كان دائما يدعو للتعالي على الخلافات التركيز على المشتركات في الحالة الفردية بين الإنسان وبين المتفق معه في دين أو مذهب أو في بلد أو لغة لا بد أن يركز الإنسان على المشتركات أن يتعالى عن الخلافات الاختلاف أمر موجود لدى الأمة موجود لدى الإنسان ونفسه اليوم يتبنى رأي بعد ذلك يختلف رأيه إذا الإنسان من طبيعته أن يجد الاختلاف وما يزالون مختلفين العلام الفضلي يرى أن الضابطة الأولى للحوار مع الآخر الحضاري والتعايش معه أن يكون التعالي على الخلافات و نعم, الاحترام المتبادل ضابطة كبرى في النهوض الحضاري كما ان التفهم للاختلاف بعد الاتفاق على المشتركات ضابطه اخرى من ضوابط نعم الانبعاث الحضاري والحوار مع الاخر والتعايش مع الحضارات الاخرى كما ان الحوار الهادف الذي يكون لغايه وهي ان يصل كل طرف الى فهم الطرف الاخر الى ان يقف على تفاصيل ما يتبنى الاخر، اذ ان النقولات وخصوصا النقولات من الاطراف التي تختلف مع الاطراف الاخرى قد تكون غير منصفه او غير واضحه، لذلك خذ علم ما تريد مما ممن يتبنى ذلك الراي. الحوار الهادف. وهكذا كان في جلساته، في لقاءاته، في كتاباته، عندما يدعو لحوار لا يدعو للحوار لذات الحوار، وانما ان يكون هادفا لتقريب وجهات النظر والوقوف على على مكامن الضعف والقوه في اصل الفكره، ثم معالجه ذلك من خلال التقارب النفسي الذي يكسر الحاجز، حاجز الاخوه او حاجز مثلا التقارب لذلك الحوار الهادف ضابط من ضوابط التعامل مع الاخر الحضاري والتعايش معه كما انه كان يتبنى رضوان الله عليه وهو من اوائل المؤسسين للاعلام الفضائي كان من اوائل المؤسسين للاعلام الفضائي اذ اننا نذكر انه في ذاك الوقت حيث لا فضائيات كانوا قد استاجر هو ومجموعه من الاعلام بثا جزئيا لفضائيه القائم حسب ما اتخطر رضوان الله عليه، فكانت هذه مفتاح لايصال الفكر الديني للمجتمعات الاخرى. اذا ان يقبل الانسان بأن تطرح الافكار الاخرى لمناقشتها هذه علامه من عوائل من علامات قبول الانسان للتعامل مع الاخرين مختلفين حضاريا او مختلفين ثقافيا او مختلفين دينيا او المختلفين منهجيا او فكريا لذلك كان دائما يضع في يضع في آه ذهنه هذه الآية قل تعالوا إلى كلمة سواء أو آية وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال يعني لا بد من التركيز على الحوار من أجل استجلاء الصورة ومن أجل قوة أيضا الحضارة الإسلامية نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب ثرى أستاذنا ومربينا العلامة الفضلي وأن يجعله مع محمد وآله الطاهرين وأن ينفعنا بعلومه وتراثه الثر ونسأله سبحانه أن يجازيه الجزاء الأوفى على كل كلمة ومحاضرة وورقة وسطر وكلمة قالها من أجل رفعة الإنسان وإعلاء الدين ونسأل الله أن يعجل لوليه الفرج والنصر والعافية بمحمد وآله الطيبين الطاهرين